في إطار جعل مطار الجزائر الدولي هواريب مدين مطاراً محورياً على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وزير النقل يوسف شرفة يدشن الشطر الثاني من برنامج القطاع لمحورات مطارات الجزائر. زيارة يعني ميدانية تدخل في إطار تحضير مطار الجزائر العاصمة كمطار محوري على مستوى المحيط الميديترانية، يلعب الدور تاعو يربط بين عدة مطارات إفريقية ومطارات أوروبية وأسيوية. برنامج يهدف إلى ربط المطارات الجزائرية بمختلف الوجهات الدولية، خطوة من شأنها جعل مطار الجزائر معبرا استراتيجيا في المنطقة. المسافرين اللي راهم يعبروا على مطار الجزائر ابتداء من أي مدينة من الجزائر أو من أي مدينة في العالم ومتوجهين إلى مدن جزائرية يمكنهم العبور أو التواصل هنا في مطار الجزائر إلى وجهة أخرى، وهذا يتندار على حساب تسجيل من طرف لطرف، أي في المطار البداية يتم تسجيل المسافر وتسجيل الأمتعة تاعه، وهنا في مطار الجزائر يمر على مسار العبور اللي راهو بين المطار الدولي والمطار المحلي الداخلي. مكسب هام يتعزز به قطاع النقل في الجزائر ضمن خطة البلاد لإنعاش النقل الجوي.